بحضور عدد من المتضررين فيما يعرف بأحداث الرش، تحيي ولاية سليان الذكرى الأولى لهذه الأحداث الأليمة. وقد تم ضمن هذه الفعاليات تقديم دراسة حول الوضع التنموي بالجهة وشروط تجاوز الصعوبات التنموية التي تشهدها الولاية. الدراسة من أعداد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل. افتتاح الذكرى الأولى لانتفاضة سليانة كان بتقديم دراسة حول الوضع التنموي بالجهة وشروط تجاوز الصعوبات التنموية التي تشهدها هذه الربوع. وقد أكدت الدراسة التي أعدها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل صعوبة الوضع التنموي بولاية سليانة جراء انحسار السياسات التنموية في برامج التنمية الريفية وضعف المنوال التنموي وبرامج التنمية الجهوية، بالرغم من الثروات الفلاحية والغابية والمخزون من المواد الإنشائية. عدم معناها اكتراث بمشاغل أهالي سليانة خلى ردود الفعل معناها والتراكم نتاع الغضب نتاع الأهالي هذوما كان معناها ديما في التصاعدي، إلى أنه كانت لتنسيل معناها كانت الشرارة نتاع اندلاع الانتفاضة هذيك. وقعت مقارنة مؤشرات سليانة ببعض المناطق أخرى، وكانت لسوء الحظ جل الاستنتاجات تشير إلى تردي كل مؤشرات التنمية. ضحايا انتفاضة سليانة أو ضحايا أحداث الرش الذين حضروا الافتتاح عبروا عن استيائهم من لامبالاة الجهات المعنية في التعامل مع ملفاتهم الصحية، خاصة مع المضاعفات الصحية الخطيرة التي خلفتها الأحداث على هؤلاء الجرحى. الطلب الأساسي اللي هو احنا نطالبوا به هو في النظر نتاعنا في المداوات نتاع عينينا. عام عندنا تو من تضربنا، لا تنمية زاد في البلاد، لا عالجونا احنا عينينا معناها عباد عينيهم سقطت. ثم عندنا حتى امل معناتها في حالنا، في حتى حزب وحاش باش يدولوا عينيا 16 سنين، خايف لا نفقد عيني هذه. لهنا ثم كعبه رش ما قالوليش في تونس عليها وفي فرنسا ما قالوليش، ان في بلجيكا قال لي راهو عندك لهنا كعبه رش، ولنا في عيني هذه عندي كعبتين من رش وها هي شوفها كيفاش، وفقدتها معناتها هذه صاي. والله مروان المباركي تو هو في فرنسا يعالج غادي نمشي ونجي على الوزاره، حبيتهم يمددوا له في الفيزا ما حبوش، قالوا لي حارق، واللي هو ها هي السيرتيفيكا وتثبت اللي هو الاربعه اللي فاتت بركه عند الطبيب اموره تعبه وما لقيتش، انا ما عنديش حتى امكانياتي محدوده. الاحاطه بظروف ضحايا الانتفاضه واستغلال الامكانيات التنمويه الهامه بولايه سليانه تظل مطلبا اساسيا مع احياء الذكرى الاولى لهذه الانتفاضه. أحداث سليانة أو ما يعرف بأحداث الرش نسترجعها بعد سنة بالصور لاستحضار هذه الذكرى الأليمة في التقرير التالي. سنة مرت على أحداث سليانة المعروفة بأحداث الرش، ولا زالت الأصوات هناك تطالب بالقصاص ومعاقبة الجناة ومن يقف وراءهم، وراء من أفقد أغلب المصابين منهم نعمة البصر حسب أهالي المتضررين. احتقان وإصابات ثقيلة وأعوان الأمن في قفص الاتهام، حصيلة أحداث انطلقت أواخر نوفمبر من السنة الماضية ألهبت شررتها الأولى شخصية الوالي الذي كثر الحديث عن عدم حياديته سياسيا والرافض للحوار، ومع عمق الأزمة وقتها تمسك رئيس الحكومة أنذاك بالوالي ما أثار حفيظة المطالبين بتنحيته، فغاب الحوار وتسارعت وتيرة الاحتجاجات التي غذتها الاتهامات المتبادلة بين السلطة والمعارضة وأطراف سياسية ونقابية. مسيرة احتجاجية حاشدة مساندة لقرار الإضراب العام في المدينة الذي دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل، رفعت خلالها الأصوات المنادية بحق الجهة في التنمية والتشغيل وطرد الوالي. إثرها استعمال الرش لأول مرة لتفريق المحتجين الغاضبين، والحصيلة عشرات المصابين من المدنيين في أماكن حساسة من الجسم وخاصة على مستوى الوجه والعينين، كما سجلت إصابات مختلفة في صفوف رجال الأمن. أحداث دمية غير مسبوقة تقرر على إثرها تشكيل لجنة للتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات. لجنة للتحقيق في تلك الأحداث وتحديد المسؤوليات تم تشكيلها إذن للنظر في الأحداث الدامية التي شهدتها سليانة منذ سنة. هذه اللجنة قدمت تقريرا لم يتم تفعيله.
سنة مرت على أحداث سليانة وأحداث الرش كما يلقبها الكثيرون. إلى الآن لم يتم تحميل المسؤوليات في هذه الأحداث. لجنة التحقيق المستقلة التي أحدثها منتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انتقدت الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وعدم احترام القانون في التدرج لمواجهة المحتجين من طرف رجال الأمن. ما تعرض له مواطن سلياني يعتبر نوع من العقاب الجماعي، انتهاكات جماعية، ويعني تم استعمال يعني سلاح الرش بطريقة مخالفة للقانون، سواء كان من ناحية المسافة. يعني أحيانا احنا عيننا كلجنة حالات يعني إصابات على بعد أمتار قليلة، ما فما لي حتى أقل من 4 أمتار، وأيضا إصابات، فالظهر هذا دليل على أن المواطنين ما كانوش يعني في مواجهة لقوات الأمن. اللجنة حملت المسؤولية لوزارة الداخلية وتساءلت عن الأوامر التي أعطيت لرجال الأمن للقيام بهذه الانتهاكات حسب اللجنة. وإذا كان نحمل المسؤولية لوزارة الداخلية مش معناها نحملها لرجال الأمن، ثم مسؤولين مش ربما مش حتى الإنسان المباشر للعمل لدي، من أعطى الأوامر، من أسدى الأوامر باش تقع الأمور هذه، خاصة وأنه كما ذكرت لك سابقا أنه رجال الأمن في سليانة لم يقع يعني وضعهم في المسؤولية ولا انقراضهم، لم يقع انقراضهم في عملية الرش ولا في عملية ضرب المواطنين ولا في زاد كذلك القنابل المسيلة للدموع. جاء وقع الاتيان بمجموعة أخرى من رجال الأمن من أماكن مختلفة. وزارة الداخلية عبرت عن أسفها لما حدث في سليانة سنة الفارطة معتبرة أن مسؤولية ما حدث جماعية. احنا في وزارة الداخلية نأسف لما لحق أهالي سليانة سواء من المتظاهرين وكذلك زاد فما أعوان أمن اللي انصابوا، الناس الكل اللي معناها لحقتها أضرار، احنا نأسف لما حصل في مدينة سليانة، كذلك نأسف زاد على الأضرار اللي حصلت، برشا أضرار مادية حصلت خلال تلك الأحداث. لكن بالنسبة لتحميل المسؤوليات احنا في وزارة الداخلية نراو انه الناس الكل تتحمل المسؤولية. اللجنة طالبت أيضا بتفعيل إصلاح المنظومة الأمنية وتشريك جميع الأطراف ذات العلاقة في وضع استراتيجية إصلاحية متكاملة من شأنها التأسيس لأمن جمهوري حقيقي.